اتكلم انه من ساعة ما الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى حكم البلاد كلنا حاسين وكلنا بنتكلم على انه في حالة انصاف، انصاف لمحدودي الدخل، سواء هتكلم على تطوير عشوائيات، نتكلم على أنظمة حماية اجتماعية ممتازة زي مثلا تكافل وكرامة وحاجات كتيرة تانية. الأيام دي بتظهر لنا الحقائق، والحقيقة اللي بتثبتها الأيام كل يوم ورا التاني إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل أفعال، إنه مقرر إنه يقف بجانب المواطن المصري المكافح البسيط، واخد باله منه كويس، من محدودي الدخل. والدليل على كده ان في مجهود جبار بتبذله الدوله لمساعده محدودي الدخل. اقول لك واقول للساده المشاهدين ان الفئات المستثناه من دفع المصروفات، يعني انا هقرا لكم كده مين هم الفئات المستثناه. بدايه من ابناء شهداء 25 يناير، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة، أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل، أيضا أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة. مش بس كده، الإعفاء كمان هيضم طلاب أهلنا حلايب وشلاتين، أبو رماد، طلاب شمال سيناء، أبناء مصابي الثورة، مدارس التربية الخاصة، مدارس الفصل الواحد، التعليم المجتمعي، المدارس الصديقة للفتيات، أبناء الأسر الأولى بالرعاية. خطوة رائعة.